مساء الخير وتحية لكل المستمعين وما كانوا عم بتابعونا بكافة المناطق اللبنانية العربية وأكيد دول الاختراق. عم تسمعونا من خلال موقع www.aljaras.com. مثل كل خميس الساعة 9 بتوقيت بيروت عم نكون بفترة مباشرة على الهواء. اليوم مثل ما وعدناكم رح نكون بفترة مباشرة على الهواء مع ضيف. بدي أخبر قصته. قصة هيك كتير مهضومة صغيرة وبتعرفون حسب ممكن ما صرتوا معودين إنه بتلبك دغري قبل بدقيقتين من الحلقة وما بكون محضر وما بكون عامل شيء. أول ما طرحت الاسم بالتشات عم نشوف نحن ممكن كيف ممكن تكون الأصداء أو ممكن بتجي ردات الفعل تنشوف إذا الفنان ممكن يجيب ريت عالي قدي العالم بتحبه. قبل ما نطرح الاسم كنت تكون عم بحكي صراحة يعني قاعد أنا وسيرج أسمر صديقي بالأو تي في عم بيقول لي إنه حلقة هذا الفنان كانت من أجمل حلقات اللي عملناها وكتير حلوة وكسرت الدنيا والعالم كلها مبسوطة معه. فقلت له أنا الاسم مطروح وأنا الاسم حاطه بالرأس لأنه بدنا إنه زلمة عم بينجح بطريقة اسم الله يعني خمسة بعيوننا نحن. فطرحنا الاسم على الراديو لقينا ردود الفعل والمساجات اللي بلشت توصلنا إنه مؤيدين وبدهم يطل على الهواء لأنه برأيهم مش كتير عم بيقدروا يسمعوا أو يتواصلوا معه مع العلم إنه هو صار عن جديد مش كتير عن جديد عم بيطلع على تويتر وعلى الفيسبوك وعم بيتواصل مع كل المستمعين. واليوم من كم ساعة أصدر أغنية جديدة هي إتم كسر الدنيا يعني ما مشي سمعناها مرة هون رجعنا سمعناها مرة تانية وهو عشوية رح يسموه هيدا الراديو باسم هيدا الأغنية. الليلة معنا النجم ميشيل أزي. ما رح أعطيه ولا لقب ولا عاد أشرح للصبح وصوته وما بعرف شو أنا بقول ميشيل أزي لقب بحد ذاته. رح نفترق عم نحترق تهني ارتاحوا ويبطلوا يحكوا علينا وين ما راحوا كرمال الله روحي واتركيني كل الناس روح حبيبي
صعب هالإحساس كرمال الله ما بقى تبكي خلص روحي واتركيني روح كرمال الله ما بقى تحكي وتزيدي بجروحي ما بقى لي روح كرمال الله روحي واتركيني روح. ما بعرف بتعرف بس واحد يبانك وعم بيسمع. ميشيل كيفك؟ سعيد ماشي الحال؟ حس حالي بيجني اتحكم ليه؟ هيك القعدة هون عندكم لذيذة هيك كوزي عشوي. ملكوم بليز تقرب الميكروفون لميشيل تأكد منه. خلص مشي الحال مشي؟ مأكد؟ أكد أوكي. ميشيل ليش؟ شو صاير؟ شو صاير معك؟ أول شيء أغنية رائعة عن جد يعني إذا هلأ وعم نسمع وعم نسمع أكثر مرة وبتلاقي المكتب كله عم بيشتغل بس يسمع الأغنية عم بيترك وعم كأنه عم بيسلطن عشوائي. ليك مش بس المكاتب التخوتي والكرازي هلأ التخوتي ما انتقلت لها ميشيل مولع مبلشة بتخوتي لا أنا قالوا لي انتبه قالوا لي وزارة الصحة بتحزن من مقابلة ميشيل أس هلقد موجوع ولا أغنية؟ بعتقد أنه يعني أنا أول غنية بلشت بهذا ستايل بالكلاسيك الرومانس البطيء نعم جربت كذا لون حسيت حالي أكتر بهذا الستايل نجحت أكتر شيء قررت أنه أرجع لهون فغنية أوكي فيها تكون كلاسيك بس فرحة فيها تكون كلاسيك حزينة بس حزينة صح. اليوم حزينة ما بعرف يعني أنا بالنسبة لي شدتني الغنية بعد ما حدا قال ما بقى تبكي بتاريخ الأغنية ما حدا قال ما بقى تبكي مين كتبها؟ قالوا ليش عم تبكي صح وكرمال الله ما بقى تبكي كلمات مين الأغنية؟ كلمات يوسف سليمان نعم ألحان هيثم زياد توزيع علي الصفا هيثم بيشتغل حلو بس بيبعد 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 بيرجع بيجي بيشتغل على كواليتي على نوعية مش على كمية 100% ميشيل كنت عم بتقول انه بلشت بهيدا بهاي النوعية من الأغاني رجعت غيرت رجعت هلأ رجعت لها برأيك تعتبر انك بس غنيت الدبكة او بس غنيت نوع تاني من الأغنيات حسيت انه فرق عندك او اللي عم بيسمعك بالنسبة لإلي شفت جمهور جديد لما غنيت الدبكة يعني في ناس ما بتحب تبه الفنان مش كل الناس بتحبه اذا كان 100% بالناس بتحبه بكون في كذبة يعني فبالنسبة لي زدت شوي من الناس اللي بدها تسمع لي أغنية نعم. في ناس بتحب الدبكي حبت ميشيل بالدبكي وفي ناس بتحب الرومانس ما حبت ميشيل بالدبكي أنا بالنهاية بعمل هيك شو بحس حالي أنا مرتاح بالآخر حسيت حالي بالكلاسيك أكتر مع أنه اليوم بهالأيام الحفلات بتتطلب أغاني دبكي وسريعة وحركة هذا اللي بدي أقول لك ما, ما ما أكيد ما رح وقف أعمل أغاني دبكي بس رح ركز أكتر على هاللون اللي هلأ عم ضروري الشخص يكون مارق بالمرحلة اللي بغنيها تعطيها هيدا الإحساس يعني مارق إيه لازم وقال بيطلع إحساس مش صادق في نيجاتيف بالجو كل اللي عم كلكم عم تغنوا هيدا لا 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 ما في نيجاتيف بيقطع هيك فترة نيجاتيف بتنطبع بالذاكرة وخلص بتنمحى بعدين لما بدك تغني بتسترجع هالذكريات وبتغني حضرتك مثل الدكتور ما فينا نتمنى لك الخير لأنه كنا عم ندعي على المرضى وحضرتك ما فينا نتمنى لك تضلك مدبرس لتعطي هيدا الإحساس عرفت؟ ميشيل سؤال روتين تعودت عليه أكيد بس للأشخاص اللي هلأ عم بيسمعوا أديب أعطاك ماركتينج وايز ستار أكاديمي 90% 90% حضرتك من ضمن الأشخاص اللي عملوا نفرة بعد ستار أكاديمي حسيت أنه عملت طفرة انت قلت انا ما قلتش حاجة ابدا عطتك اغنية ناجحة ولا عملتك تسويق ناجح عطتني ستار اكاديمي عطاني تسويق ناجح اليوم يعني الفنان كتير الفنان او الممثل او اي انسان بده يطلع على التيفي وينشهر بحاجة كتير للميديا للاعلام وللاعلان لحتى يبين صح. ستار اكاديمي عم بيعطيك ظهور على الشاشة 24 ساعة على 4 أشهر ونص فأنا هذا الشيء بالنسبة لي حقه ملايين الدولارات صح. وحقه تعب كتير أنا قطعته بفترة قليلة يعني في بتشوف اليوم فنانين عم ببلشوا من غنية 2-3-4 عم ببين بأول ألبوم وزيادة أنا بينت من موسم ستار أكاديمي 1
بتنزعج بس يقولوا او يعطوك لقب فنان ستار اكاديمي، ولا بتقول انه لا انا الفنان او النجم ميشيل أزي؟ انا الي الشرف يقولوا نجم ستار اكاديمي. حضرتك في ناس بتستحي لانه بتقول انه ستار اكاديمي ما في اصوات. من ضمن الاسماء اللي قليله جدا اللي بتقول انه ايه انا ستار اكاديمي، افتخر انه كنت اليوم منسمي ومنقارن كتير يعني. انا ما رح سمي حالي، ما بحق لي انا سمي حالي. نعم. بس عندك اصوات رائعه تخرجت من ستار اكاديمي واخذت حق، فيني اذكر منها بس ما بدي لحتى ما انسى كتير يعني. نعم. انا يعني اللي منقوله ما في اثنين يحكوا فيها. عندك جوزيف عطيه 100%، جازا حسون، سعاد رمضان، نصيف زيتون جبل بصوته صح، نسمة بدرية. عندك فنانين طلعوا من ستار أكاديمي بيخوفوا بأصواتهم. حسب حضرتك بتعرف الإحصاءات بتقول إنه أهم برنامج للهواة موجود هلأ رغم كل البرامج الموجودة هو ستار أكاديمي. نعم. مع إنه في برامج أصوات أقوى بكتير وبتفوكس على الصوت. أنا معك. أنا اليوم مبارح بالذات يعني عم بحكي مع حدا عم بيقول لي إنه ما بتحس صراحة كنت بديسكوتاك، قال لي مشان ما بتحس انه كان لازم تقدم على احلى هلا على شيء من هول البرامج اللي هلا عم ينعرضوا. قلت له ايه، رح قلت له انا رح اسالك، سمي لي حدا هلا مشارك بأرب ايدل. صفن هيك قال لي ما بعرف. ما بتحفظ؟ لا ما بتركب. ما بعرف. قلت له سمي لي حدا باكس فاكتور. قال لي ايه ما بعرف. قلت له سمي لي ستار اكاديمي. طق 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 ما ترك اسم. سو انا بالنسبه لي الاول والاخير ستار اكاديمي. حتى الجوت تالنت اللي ربحوا ما بنذكر، ما بتتذكر حدا. مش تقليل من الاحترام. أكيد. او تقليل من قيمه هالبرامج. برامج كتير حلوه تقعد تحضرها، ولكن هالنهار اللي عم تنتهي هالبرامج عم ينتسى اسم المشاركين اللي فيهم. عم بيقول انه ستار اكاديمي 9 بلا رولا سعد. بيوازي ساره، بيوازي من اول من 1 ل 8 بوزي. برأيك رح ينزل ولا حيكون أضعف؟ ولا هل رولا سعد إذا فلت بيهبط ستار أكاديمي برأيك؟ أنا بالنسبة لإلي ستار أكاديمي انبنى على أسس رولا سعد. رولا سعد هي أسطورة بعالم الفن وستار أكاديمي وبعالم برامج الشهرة. صح. أنا بالنسبة لإلي خسارة كبيرة. ان شاء الله اللي بدهم يستلموا من بعدها يكونوا على قد الحمل ويكملوا نفس الطريق. وانا اكيد انه رولا سعد ما رح تترك ابنها يلي هو ستار اكاديمي يفلت من بين ايديها هيك. اكيد بدها تضل حاطه ايدها من بعيد لبعيد. انا هيدا بتقديري. يعني كانك عم تقول انه ما عم بحربوها لرولا سعد. ممكن من بعيد ضل مفوكس لانه بتعتبر هيدا ابنها. تقديري انا هون في سياسي ملعوبه يعني، انه بدها تكون مدام رولا من وراء الكواليس عم تشتغل. بس لانه صدقني انا بعرف قديش بتتعب كل السنه، مش بس موسم ستار اكاديمي، بتتعب كل السنه لتقدم هذا الموسم اللي بيطلع 4 اشهر على الهواء. حكيولي عن حضرتك اذا لاحظت، ما قعدت انا وياك وما سالتك شو في اسال. قالوا لي ميشيل اعتبر انه عندك هوا مفتوح. قبل ما ننتقل نفوت كتير بالفن، بدي اسالك مجرد ما قلت انه سياسيا القصه، سياسيا ميشيل أزي قديه يقرا، قد ايه بيهتم، قد ايه ما بيعني له الامر؟ سياسه الدول وهيك يعني ولا سياسه بان جنرال؟ ممكن نشوفك باغنيه وطنيه. اغنيه وطنيه؟ انا قدمت اغنيه للجيش. نعم. ما اعتبر انا منحاز سياسيا. نعم. وانا كل ما بقول لحدا انا ما عندي جهه سياسيه انا تابع لها بيقول لي انت فنان وعم تحكي وعم تغطي. انا يعني رح جاوب من منطلق تاني. تفضل. لليوم ما حتى كتب على ورقة أنا بدي أعمل وسوي، عمل وسوى. صار لي أنا 25 سنة طلعت من بطن أمي ما شفت حدا نفذ كلمة عم بيقولها. عم تحكي عن صعيد لبناني؟ عم بحكي عن صعيد لبناني برا. نعم. ما بعرف، ما بعرف من كم ساعة في جبهة بتدعى جبهة النصرة هددت رئيس ميشيل سليمان، قالت له معك 24 ساعة انك توقف حزب الله عن تحده انه ما يطلع يحاربوا سوريا والا رح نحرق بيروت. هاي من كم ساعة هلا؟ يعني معنا 24 ساعة ممكن تحترق بيروت. صار لهم من ايام اهلي وجدودي بنسمع انه بدهم يحرقوا بيروت. اي بيروت احترقوا هن وبقيت بيروت. بيروت ما بتحترق بحياتها، لانه مش لانه عم بحكي كلام عواطف. نعم. عم بحكي كلام دولي. بيروت ممنوع تحترق، ممنوع. بيروت هي بيروت ولبنان هن ارض يعني الله. قرار سياسي. بيروت ولبنان هن ارض الله. ما بتحترق بحياتها. طب فلسطين ارض الرب كمان. جاي نهار كل حدا بحط ايده بارض الله بدها تحترق. يعني كانك بتقول انت بدي اقول لك شيء. لبنان كتير من الدول حطت ايدها فيه. صح. واليوم عم بيتقطشوا صبيعهم 100%.
100%. يعني حضرتك من ضمن الأشخاص اللي بيأمن إنه لا فلسطين في إلى نهار ورح تتحرر ورح يرجعوا بالوقت لكل العالم قالوا خلص فلسطين لعبة وخلصت. طبعا لا فلسطين لا أبدا أبدا. أنا مش عم أقولك لأنه عنده قوة عسكرية ولا عنده قوة سياسية. نعم عنده قوة ربانية. ممنوع حدا يقعد يحط إيده بأرض الله. هاي دي بس الكلمة الوحيدة اللي بقولها. من السياسة رح ننتقل شوي للفن، ولكن خلينا عم يطلبوا المستمعين أغنية بنفس الأغنية اللي سمعناها، قريب شوي للغرام وقريب شوي للحب والإحساس. خلينا نسمع غرامك ومن بعد أكيد رح نكفي سوا. ما بتقول إني عم ضحي كرمالك على طول، ما بتقول إنه هالقلب معذب ومخجول، ما بتقول إني عم ضحي كرمالك على طول، ما بتقول إنه هالقلب معذب ومخجول، غرامك عايش فيه ما حدا بياخد محله. نظرة بعيني عتباني علي، ما بتحس قلبي عم يحكي من حبه لي، شوف نظرة بعيني عتباني علي، ما بتحس قلبي عم يحكي من حبه لي. ورجعنا سوا على الهواء من جديد. تحية لكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا، أكيد عم تسمعونا من خلال الموقع www.aljaras.com. في كتير أشخاص كانوا عم بيعارضوا فكرة أنه نطلع بهيدا الوقت لأنه في برامج قوية كتير تطلع، عم تطلع مقابلة وممكن يكون ما في كتير مستمعين. ولكن هلأ كنت عم بحكي مع فراس حليم الصديق، هلأ بنحكي عن فراس أنه اسم الله، يعني عادة نحن ما بنقول كتير أسرار بتكون بالراديو، ولكن بدي أقوله لميشال أنه عادة بس نسمع نحن بيقولوا لي مثلا يا خي الفنان نجوى كرم جيبها بتشلك 7000 كرسي بريحة قبل بس تذكر اسمها، بتضلك أنت بين الإيه واللا لتبيع 7000. ولكن هلأ قلت له فراس وصلنا لريت يعني خزلعين، اسم الله عليك. تحية لكل الأشخاص عم بيسمعونا، كمان في بلدان جديدة مثل أوكرانيا مثل روسيا جديد عم بيسمعونا، هاي أول مرة بيسمعون. وصلت على أوكرانيا؟ وصلت على ماليزيا، ما بدي أوصل على أوكرانيا. جمالك وصلك على أوكرانيا وماليزيا ولا صوتك؟ جمالي؟ ليك أنا طلعت على ماليزيا عملت حفلة غنيت بعيد ميلاد زوجته لرئيس الدولة،
ف ما بعرف اذا اعتمدت على شكلي ولا على صوتي هونيك، ما بعرف اذا كانوا فهمانين شو عم غني، بس كان جو كتير حلو، وان شاء الله ما بخلي دولي بالعالم ما اعمل فيها حفله. اكيد هذا تحصيل حاصل. ميشيل حضرتك من اول ما بلشت دغري اشتغلت مع او ناس اشتغل معك كاداره اعمال التسويق، ولا ضليت فتره طويله تلاقيت شركه؟ لا بالعكس، اول ما تخرجت من ستار اكاديمي كان عندي عروضات كثيره من انتاج واداره اعمال، بس واجهت مشاكل كثير. نعم. ليك بدي اقول شغلي لاول مره بقولها. فضل. قبل كنت اقول انه المشكلة عطول من الفريق الآخر. أوكي. هو فعلا في مشكلة كبيرة بتجي من الفريق الثاني، وأنا حكيت فيها هالمشاكل قبل، ما بدي أرجع أحكي فيها صح اليوم. صح 100%. بس اليوم عم بحس أنه أنا كمان شوي عم كون متطلب زيادة وكتير بيكي، يعني شو بيقولوا دقيق لدرجة نوع الغلط يعني. لا عم شوف انه لازم نروق شوي يعني، لانه بالنهاية في فريقين بدهم يشتغلوا، مش ضروري بس المصلحة تصب لمصلحة يعني، لازم حضرتك تكسر شوي وهني يكسروا شوي تتمشوا بنفس. أكيد. واليوم انا لقيت التوافق مع شركة جارودي بصراحة، عن جد مش عم بحكي لأحكي هلا، بس اول مرة هيك بكون مرتاح وما بحس حالي انه انا موظف عند هالشخص اللي عم يشتغل لي او عم بينتج لي يعني. بتلاحظ هذه الشركة عم تقب أب كتير كبيرة، عم تاخد أسماء مهمة جدا. حقهم، لأنه جماعة نضاف. عم بيعملوا لك إنتاج وتسويق ولا كيف ما ضل؟ لا إنتاج وتسويق وإدارة أعمال. أها. ومرتاح معهم. أكيد. بتلاقي شركة. بدي لك شغلة، ما بيخلى الأمر من مشاكل بتقطع. نعم. المشاكل بتصير بالعائلة ذاتها، فاليوم أنا وجارودي عائلة واحدة، وأكيد بده يصير مشاكل شوية بنرجع بنحلها. الأخوة بيتخانقوا. أكيد الشغل فيه عطول نزلة وطلعة يعني. 100%. بس إجمالاً 90% نحن متفقين على كل شيء. كيف علاقتك مع الصحافة اللبنانية والعربية؟ هل كيف علاقتك بالصحافة اللبنانية والعربية؟ شوف بالصحافة اللبنانية تقريبا الكل أصحابي. نعم. يعني ما عندي حدا أبدا ما عندي كونتاكت أنا وياه على طول. بالصحافة العربية عندي شوي من مصر، شوي من الأردن، من مغرب وتونس، جزائر قليل يعني، بس عربيا مش مثل لبنانيا اكيد. اليوم هيدي دولتي وبلدي. اي حضرتك بدك تفوكس هون ترجع عربيا بعكس معروف التيار. الصاروخ بينطلق من لبنان على طول، مع انه هن بعمره برا بيرجع بعمره بلبنان. حضرتك كل الفنانين بيقول نحن بهمنا الوطن العربي، بنرجع بننتقل بلبنان، نحن بنفز هون وبنغط غير محل بلبنان. حضرتك وصلت لمرحله بتعتبر انه مش مضطر انه تتواصل مع الصحافة، الصحافة بتقوم بدورة لحالة معك، يعني بقصد لك انه بتتصل للمجلة بتقوله نزلوا لي خبر او بتعمل هالاشياء، ولا بتلاقي الصحافة اللبنانية عم تقوم بواجبها الكامل معك؟ كمان رح كون صريح كتير. تفضل. اليوم عملي بخلي الصحافة تلفن للتليفون وتقلي نحن تعال نحكي عن هالعمل اللي عملته أنت جديد. 100%. بس أنا ما فيني أنكر أنه نجاح كتير كبير لألي، يعني كان بمساعدة فراس. هلا كنت عم تقول فراس عنه جاي لعنده. إعلامياً من أول نهار أنا بلشت لليوم، كل شيء إعلامي أنا بنسبه لفراس يعني. كل نجاح الإعلامي منسوب لفراس. يا عم منيح، هلا هيدا تواضع ولا حضرتك بتعطي كل واحد حقه؟ هلا عم سمعوا حكي شو. ميشيل نحن بجزء آخر جزء من البرنامج على طول منصور نحن، لأنه الحلقة بتروح على اليوتيوب ترجع بتنعيد، وأكيد منعيدها بكرة الساعة 5، ولكن في مقطع هو حوالي 30 ثانية بيتصور على التليفون فيديو خياري بكم فيك تقول إيه، بينزل على اليوتيوب وفي برنامج اسمه كيك، إذا سمعين عنه كل فنان نحن عنا أكاونت فيه مننزله، لأنه هلأ عم بيوصل أنه بليز ما بدنا نسمع حكي، بدنا نسمع يغني، فينا نقرأ له أخباره، بليز بدنا ميشيل يغني. فينا نغني، بدنا نغني، مش فينا إحنا نغني، بنسمع كتير بس بنغني أكتر. شو وقت سمعنا شيء تسمعه حضرتك مش لألك قبل ما نطلع عندك؟ مين بيسبك لمين بتقول آه قبل ما غني لك؟ مش تلي حضرتك. أوكي. عم بحس حالي شي معلم. لا معلم معلم الفن اللبناني. ناقصك التربوش والعصاي. شو بدنا نغني؟ مين بيجبك؟ أي أصوات؟ لا شي بسمعه أنا كتير بيجبك صوت؟ أي هلا أنا بالنسبة لي عندي الأصوات اللي بتجذبني لي أنا وبتسمع عليها، بتسلطني عندي الأستاذ وديع الصافي، موسيقار ملحن بركات، فنان وائل كفوري. هودي الأصوات اللي بتحبزها وبتسمعها. أي طيب لمين بدنا نسمع؟ نسمع لوائل؟ نسمع لوائل. انت وعم تفلي
ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياه أنا وياه صرنا أنا وياه أكتر من الصحي أنت وعم تفلي بتحس بتسمع كتير إنه حضرتك صوتك قريب لأي صوت تاني أو فنان تاني ولا بتحس حالك متميز بهذا الصوت ما بتشبه حدا؟ شوف أنا إذا بسمع صوتي ما بعرف أقول شو بيشبه. نعم يعني ما بحس إنه بيشبه حدا بس في كتير ناس بتقلي صوتك بيشبه فلان أو صوتك بيشبه فلان. في ثلاث أصوات بيشبهوني لا ما بديش أقول شو هي لأنه تعرف نحن معك ما بدنا عم بيشبه صوته لفلان مش كل الناس بتفهمها يعني 100% صح بس في ثلاث فنانين كل حدا بيشبه لي صوتي لحدا بتسمع حالك؟ ايه أكيد أداء بتعطي حالك من 1 لـ10 ما عم نطلب أراء حدا ولا رأيك بحدا رأيك بحالك رأيي بحالي على 10 ايه ما بقدر أعطي حالي ما وصلت لمرحلة إنه طيب رح أقول لك شغلي طلعت من ستار أكاديمي بعطي حالي 3 على 10 اليوم بعطي حالي 8 على 10 جريت هلا أرسلنا عم نتواصل بدي أخبرهم لكل اللي عم بتواصلوا معنا بالشات إنه فراس عم بيشوف كل شيء عم تكتبوه وكل شيء ممكن يوصل أسئلة شخصية كتير بترك لهم الحرية لقلهم هن يشوفوا إذا بدهم يسألوه لأنه أنا مش بصدد أسأله عن عشواش بيلبس قبل ما ينام ما كتير بيعنين للموضوع في سارة ميشيل أزي بتوجه تحية كتير كبيرة لألك وبتسلم عليك سارة ميشيل أزي نكنيم اسمها سارة ميشيل أزي سارة سارة أخت إذا أخت على سوسن بوسا وفي حدا اسمه قلبي. سوسن كمان هلا انضم لنا سوسو مدام سوسو هيدي مدام سوسن كمان تحية لها والأسماء التين عم توجه لك تحية كمان عبير عمران من المملكة السعودية علاء من الأردن بسمة من ألجيريا ليالي من العراق رامي من لبنان سامي من سوريا اسم الله يعني من كل أقطار الوطن العربي تقريبا الكل بعرفهم وبتواصل أنا وياهم على الفيسبوك وعلى تويتر أي عن جديد صرت ميشيل حضرتك بتفوت شخصيا ولا مثلا بتوكل في راس أنه يشتغل هذا الموضوع أنا شخصيا بيزعجك هذا الموضوع من وقت للتاني بيزعجني؟ لا ما بيزعجني أبدا رح لك شغلي أنا ماني عاطي كتير وقت للسوشيال ميديا نعم. يعني لما بحس حالي مرتاح وعندي شيء مهم أنه أنا أحكي أو أنا ليك في عندي شغلة أوقات بحس أني مشتاق عن جد يعني بحس أنه لا لازم أحكي معهم يعني لأنه في مطارح أنا وقعت فيها بمشاكل وقطعت بفترة إحباط نعم. فني إحباط فني نعم. ما كان عندي معنويات إلا من هالناس اللي عم تسميها يعني نعم. وخاصة من 4-5 أشخاص هني مميزين عندي بتلاقي عندهم وعندي صدق بتلاقيهم صادقين يعني مش لمصلحة أكيد أنا مش عم بتفعلوا مصاري ليحبوني يعني نعم. عندي شخصين هني سوسن وسارة نعم. أودي صاروا يعني بقلبي هودي أكتر ناس بضحوا كرمالي وعم بيعطوني من كل قلبهم ميشيل كنا عم نشوف أو عم نقرأ عن حضرتك بالحفلات اللي قمت فيها عملت بهيدي الفترة الصغيرة غنيت مع أسماء كتير كبيرة كوطن عرب قدي فادتك هيدي الخطوة اللي عملتها حضرتك وهل جاهز أنك تعمل أكتر من حفلة خاصة فيك بنفس النيفو اللي وصلت له معهم يعني حضرتك غنيت مع أسماء كتير مهمة وكتير كبيرة وكل العالم حكيت عنها أنه فجأة طلع يا يعني حضرتك لما طلعت من ستار أكاديمي صار في شوي اختفيت هلأ صدن اللي طالع أنه هيدي الطلعة اللي طالعها شو سرها كيف لفجأة طلع ميشيل أزي إذا بتطلع بسرعة على الدرج تجيك درجة بتصحت علي بتضلك نازل 100% طلعت على مهلي أنا ومع أنه في ناس طلعت بالأسانسور وهلا عم ندور عليها هلا نقطعت الكهرباء فيهم 100% بقى انا بقول كتر خير الله انا بهمني اوصل بي 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 بشكل انا راضي عن نفسي وربي راضي علي واهلي راضين علي في تحيه من الزميل بمجله الجرس علاء مرعب بوجه لك تحيه كتير كبيره كان بده يكون هون بس كتير. موجود بالجبل ميشيل انت ومين رفقه من ستار اكاديمي بعدكم مع مين تتواصل ولا ما في هيدا التواصل رح نبلش بالسيزن اللي كنت انا فيه عندي زميلي ميشيل رماح بعدك اللبناني تحكو.
ايه اكيد يومي. امبارح سافر انا، بتمنى له يوصل بالسلامه على امريكا، عنده طور حفلات. اها موفق. عندي صديقي كمان ناظم عز الدين، ناصر ابو لافي هلا بلبنان عم بيصور بروجرام حلو، عبد العزيز، محمد باش، ابراهيم الدشتي، من سيزن اللي بعدي ليان بظلاميت اليوم كنت عم بحكيها، عم انا بعدك بتتواصل معي لانه صدقني ليان عندها جمهور كتير كبير عربي عن جد. كانت اول ضيفة معنا باول حلقة، ما بخبرك يعني خزل عين اسم الله عليها، بتستاهل صراحة. يعني صوت حلو كمان، يعني من الاشخاص اللي بيقولوا انه لا، في ناس استضفتهم مثل محمد دقدوق كان معي الاسبوع الماضي، كان عم بيقول انه انا برايي الخاص انه ستار اكاديمي هاي الاجواء الصداقة اللي بتشوفوها هي مختصة بس بستار اكاديمي، وما بتعيش الصداقات ما بعد ستار اكاديمي. حضرتك بتناقض هذا الشيء؟ لا رح أقول لك شيء، انا بستار اكاديمي ما كنت صاحبي مع حدا. اها صرت صاحبي معهم بعدين، يعني كنت كتير منعزل بستار اكاديمي لانه كان جو كتير مختلف عن الجو اللي انا عايشه، واجهت صعوبات لانه كتير. يعني انا لك كلنا بنعرف انه لبنان مختلف عن البلدان العربيه 100% بطريقه عيشه بالاجواء اللي منعيشها، فكان صعب كتير علي يفوت عيش الحياه تبع ستار اكاديمي. تأقلمت بسرعه، وبصراحه ما كان عندي حلم الشهره، يعني ما كنت كتير مبسوط باللي انا عم بعمله، مع انه اخذت عز وبحس يمكن وصلت لقناعاتك بستار اكاديمي وعطوك حقك كمحبه الناس. انا اخذت حقي من الاداره ومن الناس كتير، يعني انا اليوم ما بنسى لما كانوا يقولوا ميشيل ازي على المسرح شو كان يصير بالجمهور اللي عم يحضر. صح. بس انا عم بقول لك ما كان هالشخص اللي عندي حلم الشهره، يعني كنت انه قدمت لانه هالعالم بتقلي انه قدم، عندك صوت، عندك هالكاريزما، عندك كذا. قدمت مثل واجب بالاول وتحولت بعدين صار عندي الحلم لما شفت انه انا قادر لهالشيء، صار اسمه حلم. هلا عندك حب الشهره ولا بعد مش كتير بيعني لك؟ عندي حب الشهره على الاقل، حقك المعنوي. حب الشهره، حب النجاح، يعني انا الى جانب الفن انا بزنس مان. عندي اثنين بزنس لألي مختلفين عن بعض نوعا ما، بعيد عن الفن. كيف عم تقدر تنسق ما بين شغل عم نحكي بزنس وايز وما بين احساس وحب؟ يعني اذا البزنس الصبح والفن بالليل وين رياح؟ انا عم بيعتب علي كتير من الناس بيقولوا لي ما عم نشوفك وحاجة قلنا ظروفك وكذا، يعني صدقني ما هيدا في راسي بيعرف. اليوم انا بعمر وبظروف حياة مختلفة عن 10 سنين لورا، اليوم اللي بده يأسس ويعمل شيء يكون مرتاح بالاوضاع الصعبة اللي عم يقطع فيها العالم كله مش بس لبنان او العالم العربي، بده يشتغل من كل قلبه وكتير زيادة 100% 100%. فان شاء الله هيك. هلا اليوم ما بحب احكي عن هالبزنس اللي عندي اياهن، ان شاء الله قريبا نحكي عنهن بثقة اكبر. تعتبروا انه بعدك عم بتأسسه ليجي الوقت وتحكي عنه؟ لا، في بزنس أسسته صار لي 2.5 سنين فيه وهلا. طيب ليش ما بنعرفه؟ ما بدي احكي، ما بدي فتح عيون يعني. نعم. خليني بعيد، نحكي عن الاشياء الفنية. وعندي مشروع هلا من هلا لحوالي الشهر اذا الله بيريد وما صار عرقيل رح نبلش فيه، مشروع كبير بيختص بالفن، قريب شوي من الفن. قبل ما ننتقل لفراس بدنا نكون طماعين، يعني مثل ما لعبناها ويمكن بعد حسب ما عرفت الإذاعات ما لعبت الأغنية الجديدة، بدنا نغنيها انه ايه، وبدنا نصورها فيديو طبعا. وبدنا ننزلها يوتيوب ونبعتها كيك، وبدنا نكون نحن اول ناس غنيتها لايف. اذا ما انا غنيتها مين بيغنيها؟ ما اكيد ما حدا غنى. فبتأذلنا انه نصورك فيديو لمدة صغيرة. يلا اكيد ومننزلها فيديو. خلينا لحظة بس بليز، يلا بس هلا لأول مرة ميشيل أزي عم بغني كرمال الله لايف. ميشيل ستاند باي والهوى لحضرتك. رم عم نفترق رح نحترق تهني يرتاحوا ويبطلوا يحكوا علينا وين ما راحوا، كرمال الله روحي وتركيني روح، كرمال الله ما بقى تبكي خلص روحي وتركيني روح، كرمال الله
ما بقى تحكي وتزيدي بجروحي، ما بقى لي روح كرمال الله روحي وتركيني روح. رح نفترق عم نحترق تهني ارتاحوا ويبطلوا يحكوا علينا وين ما راحوا، كرمال الله روحي واتركيني روح، كرمال الله ما بقى تبكي خلص روحي واتركيني روح، كرمال الله ما بقى تحكي وتزيدي بجروحي ما بقى رجعنا سوا على الهواء من جديد. كمان تحية لكل الأشخاص اللي انضموا لقلنا، كمان بدي أعطي حق الأشخاص اللي انضموا لقلنا من روسيا. عم نشوف كنا على الستاتستيك، روسيا، ألجيريا، تونس، فلسطين، أمريكا، ليبيا، لبنان، أكيد السويد، أستراليا، الدنمارك. أنا يعني نحن ما عم نحكي مع فنان لبناني، عم نحكي وورلد وايد، لانه عاده كل الفنانين اكيد فيهم الخير والبركه، ولكن بينصبوا شوي تحت نطاق الدول العربيه. حضرتك عم نشوف الدنمارك، استراليا، السويد، امريكا وروسيا. قد ايه هذا الشيء بيعطيك حافز او مسؤوليه اكبر من المسؤوليه اللي حضرتك شوي يمكن اخذها؟ مسؤوليه كتير كبيره. يعني انا بقول شغلي على طول، قلتها قبل برجع بقولها، الانسان اللي بعيد عن الاضواء بيكون غلطه الشاطر بألف. اللي بين الأضواء والشهرة غلطة الشاطر بملايين، لأنه كتير ناس بتحاسبني. نعم، عرفت شو قصدي؟ يعني محاسب من كل هالناس اللي عم تحكي عنها،
واليوم انا بدي ارجع اشكر عن جد من كل قلبي. انت سالتني انه عن الصحافه قديش قدمت لي 100%. الصحافه بتقدم كثير وهي من الصفوف الاولى اللي بتقدم للفنان، والفنان يعني كيف انا بدي اطلع على العالم اذا ما في صحافه؟ صح. بس كمان عنصر تاني كثير مهم بالنسبه لي هن الناس اللي ناس. بتحبني، هن اللي بتنقل كلامي، اللي بتنقل انا بقول انه الفانز تبعي من العالم العربي هن مدراء اعمالي خارج لبنان. وهذا الشيء بدي وسع يعني حكيك انه اي سؤال اي صحافي ممكن بده يعرفه عن حضرتك او عن اي فيلم بفوت على الفان كلاب بيسال تلاقي الكل جاوب 100%. وانا بشكرهم من كل قلبي، وهن يعني هن عم بيوصلوا اخباري للصحافه العربيه وللاذاعات العربيه وبجيبوا لي انترفيوز برا. انا هودي اشياء كتير بتخدمني للانتشار. ميشيل، في حوالي بين 20 وال 25 ميشيل أزدي على الفيسبوك وعلى تويتر. مش انا هودي. فينا نعرف او ممكن هلا بطلب من فراس اعطينا اياه نكتبه الاوفيشلي الخاص اللينك اذا لك. انا رح اقول لك شو تفضل. الاكونت الخاص فيي على فيسبوك هن اثنين، عندي ميشيل أزدي وبين هلالين وان فول مكتوب هيك. نعم. ميشيل أزدي داش تو. نعم. بتتواصل معهم ببروفايلك الخاص ولا بالفان كلاب؟ بالبروفايل الخاص وبالفان كلاب اكيد. كمان في اكتر من فان كلاب، اي الاوفيشل الخاص فيك؟ لا في واحد لا فان كلاب في واحد بس فيه هلا 39,000. انا كان عندي فان بيج كان فيها 200,000 طارت ما بعرف ليش. اليوم عم نرجع نأسس هالفان كلاب. عم تأسسوه بانفايت ولا في طريقه اسهل؟ ليش ما بتشتري فولوورز وبتشتري فانز؟ في ناس عندهم 4 مليون فولوور لما طلع قرار بالفيسبوك عم بيشيلوا الفيك اكاونت صاروا 120,000. بتشتري فولوورز؟ لا ما بعرف صراحة، ما وردت الفكرة براسي. يعني تعتبره برستيج انه كل ما كان العدد اكبر؟ ليك رح اقول لك شيء، هو فضل. اليوم شركة الشركات العالمية مثلا تنقول ما بدنا نسمي شركة اكس تيجي بدها تنقي فنان تعمل معه اعلان بتفوت. نعم. كتير بهم الفيوز على اليوتيوب وعلى على الفيسبوك وعلى تويتر لحتى. نعم. تقول انه اذا بياخذ هالفنان ولا هالفنان. نعم. يعني لا اليوم صار كله ببين. ما اذا بين اصلا اذا عنده 4 مليون فان وفي اكتف منهم 2000 ما بتبين كمان حضرتك عندك صفحه خاصه باليوتيوب بتنزل فيها هلا كلهم رح ناخذهم من فراس. بدي اقول لك شيء، انا الاكونتس الفيسبوك والبيج واليوتيوب والتويتر كل شيء خاصه بسوشيال ميديا مش انا عاملهم، مش انا مؤسسهم. اها. هني سوسن وساره هني اسسون وانا مكمل فيهم، وهني الادمن عندي على البيج تبعي على الفان كلوب. هل قد وصلت العلاقه بين المحب والفنان في ثقه؟ يعني عم بيحكوا باسمك؟ انا قلت لك شغلي، انا ما عم بدفع له مصاري اللي يحبوني وانا بعيد عنهم، وحتى اقول لك شيء ما بقدر شوفهم لاسباب كثيره. نعم. يعني ما في غاية. هيدا بتعتبره الحب الصافي طبعًا من طبعًا محب لفنان طبعا. فراس بدنا نحكيك، بدنا نسلم عليك يا فراس. هذا بيمشي؟ ايه بيمشي. بهلا. الو مساء الخير، كيفك؟ تكون العافية. اشتقنا لك يا عم، قرب الميكرو بعد شوي. حضرتك مذيع ومعروف بتعرف هذا الديتيلز. ما رح طول كتير عليك فراس، ولكن بدي اقول شيء هيك بضمير عبالي اقول. اول مره بنعرف بعض، يمكن بنحكي كتير، كنا انت اول مره شفتك باذاعه محدده كنت تذيع فيها صوت الخليج. صوت لبنان الخليج صح. وحسيت فيك هذا الشخص اللي ما بده، لا انا مش هون عرفت يعني، لا ما رح اوقف هون. بلا شوي نسمع اخبار اخبار اخبار. هلا بنسمع اسم الله عليك، يعني صاير فراس حليمه عشوي اسمك عم بيدور اكثر من الفنان، يعني صرت عم تاثر عليهم اكثر. بتزعلوا؟ انا كثير زعلان لانه عم تنجح. ايه هاي كثير بتنقال على فكره، اذا ما بتنقال بالصوت بتنقال من جوا. قد ايه مبسوط من اللي عملته فراس؟ ليك اول شيء انا بلشت هون بس مش بهذا المكتب. نعم بالمزرعه. انت لقطي من هون اكيد بالمزرعه مع مدام نضال ومع كل المكتب. نعم. وهلا الموجودين كمان كلهم اصدقاء وبحب وجه لهم تحيه، وعلى راسهم الست سليمه كمان اكيد تحيه كبيره لها. اكيد كل شيء ببلش نقطه بدايه وبيرجع بينطلق وبيمشي. ما لو ما صوت الخليج ما كان فيه هلا ارب بوكينج وام تي في وكل شيء انا فيه الحمد لله، اكيد هذيك المرحله بحبها كتير واساسيه كانت وبتكفي. ممكن ترجع للمذيع للراديو؟ راجع سون. كتير راجع كتير. مين سون. الاسماء اللي بتشتغل معها فراس؟ نحن بنعرف بس للاشخاص اللي ما بتعرف. اكيد ميش وصلنا تقريبا 4 سنين اكيد. سارة الهاني. نعم. زياد بورجي. نعم.
ولجنة ملكس دور 2013 وشركة أراب بوكينج شركة يو تو سي اللي تابع عنهم إذاعة نوستالجي وإذاعة أنرجي. أدي بتعتبر مسؤولية كبرت عليك هلأ وأدي بتحس أنه إيه بس مبسوط لازم. فيها يعني بدي أركض الشغل وسهر شوي زيادة بس مبسوط زيادة. فيها إيه كتير زيادة بس ما عليه حلوين ليك من دون يعني واحد بيكون ناطر من قبل عرفت كيف ناطر يوصل وكذا ويمشي اسمه أكتر ويقلع شغله أكتر والحمد لله هيدا السؤال ما بينسأل يعني. عرفت ما بينسأل هيدا السؤال أنت ابن جبل معروف يعني ما بتبالغ وما بتمزح وديركت ميشيل أزة وزياد برج الشباب اللي بتشتغل معهم لمين هيك شوي لك انا بحب زياد كتير انه عم بحكي صوت مش رفقه يعني لمين هيك شوي بتميزوا ولا واحد حتى الام كل واحد عنده ستايله هلا ما في انا يعني كس لا بهيدي الاغنيه اللي عملها ميشيل انا بدي له زياد يقبلني بعرفه من سنين ايه زياد رح خاف يا زياد لا زيابك تنتبه لانه ميشيل بخاف مني عمل اغنيه ليك بدي خبرك شيء انا رح جاوب رح جاوب انت عم بتقارن بمين لا يقارن لقلك لا ابدا ما عم بقارن زياد وين زياد تاريخ ايه 17 سنه زياد بالفن صح ميشو ايه 100% ما عم بقول عن هاي انا إيه؟ عم بقول زياد معروف بلبنان بالحانه ومعروف بالرومانس اللي هو فيه بالاحساس الرائع اللي هو فيه بس الاغنيه اللي انت عملتها هلا صراحه انجاز كتير كبير يعني اغنيه كتير حلوه وما فيها شيء من المبالغه فانا برايي شخص بلاقي انه في حدا شوي بلش يطلع بال الغنيه فيها الغنيه جديده كرمال الله فيها مغنى وفيها احساس اليوم انا يعني انا كنت اقول شغله انه انا ما بعرف غني باستوديو انا لايف احسن بكتير من استوديو لايف معي فرقه بحفله ما بعرف ليه ماني مطرب استوديو بس اصريت انه بغنيت كرمال الله ان بين صوتي لانه بعد في كتير ناس اخدي صوره انه ميشيل أزيت تلميذ ستار اكاديمي وشكل على الحلي يعني مش عارفين لا اليوم انا ما بدي اقول اتحدى ما انها هي اتحدى اليوم انا قادر برهن لاي انسان انا شو بغني هيدا الماكسيموم ولا هيدا الجزء اول من النجاحات اللي هتبلش فيه اكيد جزء اول يعني عم تتحدى انه لا, لا 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 بالعكس انا طموح انا قادر اقدم كتير اكتر من هيك وبالعكس انا مبسوط بحالي انه انا قدرت اطور بحالي لاقدر اوصل لهون انا ما قلت انه انا خلقت مطرب وفنان ويا لطيف انا قلت لك بلشت 3 على 10 اليوم انا 8 ما قلت لك 9 ولا 10 100% 100% التسعة والعشرة بدهم سنين في حدا بالساحة الفنية من الجيل الجديد وبدك ما تذكر أسماء 10 على 10 أكيد في من الجديد طبعا أنا سألتك من الجيل الجديد من الأسماء الجديدة إن كانت خريجة برامج هوات أو لا سارة الهاني سارة بس تقول اسمها بتحسها نقطة ضعف سارة مثل عرفت ما بعرف سارة حالة استثنائية سارة 10 على 10 صوت رائع سارة ممنوع حدا يحكي عن صوتها ممنوع اسبوع عيد ميلادها لسارة هلا عم تحتفل فيه بفاكيشن برا طبعا بحق لها نعيدها هيك مسبقا كمان بس في راس بدي خبرك شغله انه جينا لسارة سارة مش اخذة حقها كانت يعني سارة من الاصوات اللي انظلمت بتوقع هلا مع الام تي في رح عم تاخد حقها ورح تاخد اكتر انا رح يعني مرسم لها مشاريع لقدام كتير انا رح اقول معك بس عم نشتغل فيهم شوي ما رح سمي مع حدا انا رح اقول لك كوني بعرفها بتشتغل معك ما بعرف بتشتغل مع حدا تاني هل شيء بتشتغل مع الام تي في انا بمثلهم بالنهايه معك اوكي انا عم بحكي معك ما بيهمني التشانل شايف سارة بعدين ايه لقدام كتير ناجحه ايه حتما وانا كمان ميشيل رفقة مع كنا عم نسأل عن ستار أكاديمي بالأجواء الفنية الموجودة عندك احتكاكات أو صداقة مع فنانين يعني بتآمن بالصداقة بين فنانين بجيلك أو بنفس المهنة اللي حضرتك عم تقوم فيها ايه أنا مع أنا وسارة كتير أصحاب كتير وعم بتفاجأ بكتير ناس كنت فكر عنا شيء ناس هني من الفنانين يعني عم بقول نعم كنت فكر عنا شيء اليوم عم شوف نفسيات كتير حلوة وعم بصير عم بتنبنى صداقات كتير حلوة عن جد ما بدي سمي الأسامي بس صار في عندي أصحاب كتير من الفنانين منهم أقدم مني بالتاريخ بالوقت ومنهم جداد يعني في كتير ناس طيبة عن جد ميشيل كشكل عم نحكي مستفز يعني اللي بيشوفك بيقول لا هذا مشكلش مخصص وانه مسالم ابدا بطبعك ايه كبس تفوت كالهيب الموجود مستفز حضرتك شخص مسالم بطبعك كتير ليك بدي لك شيء يعني عم لاحظ حضرتك عم تحكي انه شخص كتير مسالم شخص كتير هيك في من الرومانسيه
بعكس ما بس نشوف. يعني أنا شايف شخص أبدا مش مسالم بالشكل أبدا, حدا كتير مستفز يعني ناطر وين المشكل. ذاك رح أقول لك شيء, أنا بالنسبة لي من أنا وصغير ببعد عن المشاكل, إن كان التلاسن أو التلامس أو أي شيء ممنوع. نعم. عندي المشكل في مطارح ليك, لأنه من بعد المشكل الضرب في. نعم. ندم ميبين. في حدا خسران من بعد مشكل تلاسون, في حدا زعلان, في ما في حدا مبسوط, ما في حدا من بعد مشكل مبسوط. لو كان هو اذا ما نقول بكلمه بين هلالين ربحان, اهلا بالاستاذ علاء. اجا هاي. انا بالنسبه لي ما حدا يحكني, لانه مش ما بدي اقول بجن بخرف, ممنوع حدا يغلط قدامي ويغلط معي بشكل مستفز. يعني انا كتير انسان استفز بسرعه كتير. نعم. مسالم بس ما حدا يقرب, لانه ما رح كون مسالم. يقرب. انا كتير مسالم يعني, بس ممنوع يجي مثلا حدا يتساءل علي, يتساءل بده يحكي عني, يحكي بده شو ما يحكي, خليه ضل يحكي لحاله, بس ممنوع حدا يستفزني. شو برجك؟ الميزان. الميزان مش متقلب؟ ها؟ مش متقلب بقراراته؟ كل أصحابي عندهم مشكلة معي بهالشغلة. لهيكو تعالوا نروح يلا بيوقفوا, لا تعرف شو خلص خلينا. يعني مود كتير هيدا بشغلك متقلب ولا؟ كتير. متأثر عليك. هيدي هاب تشكل لي مشكلة. بتآمن بالأبراج؟ بالأبراج؟ انه عن جنرال بتعتبر انه اعطيتك 3-4 صفات عن الميزان حضرتك قلت انه فيك. ليك لو ما هي التواريخ بتغير شو بقولوا نفسية الإنسان وتصرفات الإنسان, كان الله خلقنا بنفس النهار. فخلق كل إنسان بنهار معين ليعطيه طباع معينة وصفات معينة. فما بآمن بالأبراج كأبراج, يعني بآمن بهالتاريخ اللي أنت خلقان فيه, لأنه بصراحة أنا ما بقرأ أبراج ولا درسون ولا ما بعرف شيء عن الأبراج. ما بيعنوا لك. بس الناس مؤخرا عم تعطيني صفاتي المزبوط, هاي انا يعني. عرفت, فكرمال هيك بلشت هيك صدقهم شوي, بلشت تحس انه بقى كنت عم تقول حضرتك انه بدك تشتغل على هيدا الشيء, لانه المزاجيه او التقلب شوي لازم. يعني انا حتى يوم ما بنكر انا هلا بعتذر على الهوا من جارودي, من شركه جارودي, من 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 من, من صاحب الشركه استاذ يوسف جارودي, يوسف ترابلسي وعلي الصفا, بعتذر منهم انا على التقلبات اللي عم بتصير معي. بصير اشياء خلص بالانسان كل يوم برأي, يعني لازم اشتغل على هالشيء لانه عم يعمل لي مشكله معهم. بدنا نذكر انه لكل المستمعين وقراء مجله الجرس انه غدا بيصدر العدد الجديد, وفي شركه جارودي معنا وحكيين عنها كتير بالعدد. ميشيل, البيئة اللي حضرتك جيت منها قدي بعد لهلأ بجذورك, قدي بعد متمكن فيك, وقدي عم تنجبر انك تتصرف عكسها بال2013 او بلا بعدين 14؟ جوابا على سؤالك, انا الناس بتقلي انت بعدك بالعصر الحجري. انا كتير مش متخلف, انا عايش التطور بس بعقلانية قديمة اللي تربيت حضرتك عليها. ايه بعدني بحس حالي انه يا ريت, انا بقول يا ريت انا عايش من 30 سنه مش هلا. ليه الانفتاح والتطور اللي وصلنا له بتعتبره شوي الانفتاح والتطور اللي وصلنا له دمر العالم اخلاقيا ومبدئيا وسياسيا وحربيا, وصلنا لمطرح الدنيا فلتاني. يعني شوف شيء, وين في بلد مضبوط اليوم؟ وين ما في كذب؟ ما عم بحكي فنياً عم تحكي بمنطقة سياسياً وأخلاقياً وكل شيء. اليوم بتنبش على الناس الأوادم, بتنبش على الناس المرتبة, بتنبش على المسالمين 100%. هيا نحن نبشنا وربحناك الليلة عنا على الهواء. الله يخليك. الأغنية اللي أنا عم بقول لك وعم نقول عبر هوا راديو الجرس إنه رح تعمل هيت كتير كبيرة إن شاء الله, لأنه نحن بنآمن بشغل, إنه لما نآمن بشغل بنعطيها من قلبنا بتنجح. بصدد تحت التصوير عم تفكر بتصوير الكليب والفكرة؟ هي شركة جارودي ناوية تصور الغنية, وأكيد هذا بيخدم الغنية وبيخدم الشركة وبيخدمني لألي, بيخدم الكل. يعني تصوير الغنية هو بلس كبير للغنية. مشان ممكن نشوف كل الأغنيات اللي حضرتك غنيتها بألبوم, أو ممكن نشوف ألبوم
عم بحكي لقدام منفرد خاص عن الاغنيات اللي تسجلت. شوف لليوم ما في مشروع ألبوم. انت مع الاغنية سينجل؟ ايه اليوم بطلنا بمودة عصر الألبوم يعني. نعم صرنا بعصر الأغنية مع السينجل انا، بس ما بيمنع انه انا بيجي نهار وبجمع الاغاني اللي عملتها كلها بألبوم واحد، لانه انا بعترف انه اغانيه مش كلها اخذت حقها بسبب ظروف الانتاجيه اللي قطعت فيها انا والمشاكل اللي صارت معي. اللي اخذ حقه وغنيت غرامك صح 100% شوي وصلت لحدة، وان شاء الله هلا مع شركه جارودي كرمال الله رح تاخذ حقها قد كل شيء عملت أغاني. ممكن تفكر ترجع تدعمهم بالالبوم اللي حتعمل، رح ترجع تسوق عليهم شوي. ما فيني انا بس انسو بالتفكير لحالي، بدي كمان شوف راي الشركه اللي حضرتك مشتغل معها. اكيد ميشيل، بتلاقي انت بالحفلات اللي عملت بلبنان واللي عم تنعمل واللي رح تنعمل، هل الفنان اذا كان اكثر من فنان ممكن يجذب بعالم اكثر، ولا مخص ما بتنربط هاي بهاي؟ ممكن فنان واحد يجيب يعني مثل حضرتك؟ لا ممكن فنان يكون معي خاص يفشل الحفله وممكن ينجح للحفله. ما بيطلع لك لك القرار انك ترفض تشارك فيها، ولا صارت قرار الشركه بتلزمك انك تكون موجود بهيك حفله مثلا؟ لا في اخذ وعطاء اكيد. هلا بهيدا الوقت هل هو وقت حفلات ولا هالوقت مش وقت شيء هلا؟ طيب شو عم تعمل بهالوقت؟ ليك قد عم بضرك هالوقت؟ الظروف اللي عم يقطع فيها العالم العربي كتير ظروف مأساوية يعني. اليوم ما بقى حدا يسترجي يعمل حفلة. كبار النجوم اللي عم نشوف لهم حفلات ما عم نشوف، هو ما عم نشوف، بس لما عم بيكون في حفلة ما عم تكون حفلة ناجحة، مش حضورا ماديا. اها ما في حفلة عم تنجح عم بخافوا مصاري. حتى يعملوا سينجل. بس هل أكيد. انت هالقد متفائل لدرجة انه خطرت وعاد عملت السينجل، بتشوف لقدام شو رح تخرب الدنيا، ولا لا بعدك شايف هيدا الضوء الحلو اللي ممكن؟ انا عطول عندي امل. لو ما عندي امل برهانا على الكلام اللي عم بقوله، نعم ما كنت عم بأسس بزنس الى جانب الفن، فاكيد عندي امل. متفائل بالوضع اكيد عطول متفائل، و بالنهاية ربنا ما بيتركنا، ما بيترك الشعب هالقد يتعذب. وصلنا لمطرح بس عم نتعذب، عم نتعذب بس الله شايفنا عم نبعد عنه. يعني هذا قصاص. وصلنا لمطرح عم بيقصصنا انه انا جبتكم على هالدنيا، انا قادر اعمل اللي بدي، رجعوا لعندي لتعيشوا بسلام. حضرتك هالقد حدا مؤمن مش ديني؟ عم بحكي مؤمن. ايه كتير. طيب وصلت لحد ماني متعصب؟ ما قلت لك منك ديني، سألتك لا مؤمن. ابدا ابدا، بس اليوم ما في شيء بيريحك وما في شيء بيخليك ترجع لتقاليدك ومعتقداتك واخلاقك الا ربك، ان كان عند المسيحي او المسلم او الدرزي او اليهودي او مين ما كان. مين ما كان اللي بيرجع لخالقه بيعيش بسلام. طب هذا الشيء ما عم بيأثر عليك ان كان باي مذهب او طائفه؟ حضرتك ذكرتهم انه عم بيصير في حكي بشع، عم بيصير في مثل فتاوى كذاب عم تطلع، عم بيصير في حكي عن المسيحيه، يعني عم بيصير في الطائفيه زياده للسياسه. لكن اللي بده يعمل فتنه عليك. اللي بده يعمل فتنه هو اذكى مني ومنك. اليوم في بيطلع كلام عن الاسلام، بيطلعوا الاسلام بيهوجوا بيعملوا حروب. يمكن هو حدا مسلم عمل هالفتنه، يمكن حدا أكيد. مسلم كتب هالشيء اللي عم ينقل عن الاسلام، والعكس صحيح. بيحكوا عن المسيحيه بيكون حدا يمكن مسيحي عباله يعمل فتنه، او مصلحته انه يكون في فتنه، مصلحته الماديه. اكيد بتاثر، كل الناس تتاثر بهذا الشيء. بس انا هون بدي اقول، وكل بكل مقابلاتي انا بدي اقولها، كبروا عقلكم بقى، ابعدوا عن السياسه. ما بقى تصدقوا لا رجل سياسي، كله كذب، كله كذب خلص. لما انا زلمي عمري 25 سنه فهمان اكثر من اللي عمره 50 سنه، ايه عم اقولها وبكل صراحه عم اقولها وبكل ثقه عم اقولها، انه انا افهم من اي رجل اكبر مني بعده تابع رجال السياسه. انتخبت؟ لا ولا بنتخب. ما بتنتخب؟ لا ما بنتخب. طب الحق على الشعب بيقوم بهوش؟ اكيد الحق على الشعب. انا عم بقول له ما بقى تسمعوا رجال السياسه، ما بقى تسمعوا رجال السياسه بكلمه بينزلونا كلنا بيجمعونا بساحه الشهداء او بساحه 6 اكتوبر وما بعرف وين. خلاص خلص. هلا بتقول لي جيش حر ومواليين؟ ما في منا هيدي، هاي لعبه دوليه، هيدي سياسه كذب. واللي اكلها هو الشعب. لك الشعب والدول والدنيا كلها. برايك الشعب اذا ما في رؤساء حكمته بيقدر شعبنا لبنان، عم نحكي خلينا نحكي عن بلدنا، يحكم حاله بحاله؟ لا ما في، ما بيقدر، ما بيقدر. طب بدنا لكن حدا يكون مسؤول عن هيدا الشيء. تعرف كيف بتوصل لهالشيء؟ كيف؟ كل انسان يرجع لربه، واللي
لما بترجع لربك ببطل عندك انه انا الفرد على خصري والكف جاهز على طول والمسبي على طول على راس لساني. طب احنا لازم كلنا نحمل فروضه بالوضع اللي عم بيصير صار بوقف. ما انا عم بقول لك شو كل هلا الاربع مليون لبناني يرجعوا لربهم شوي يفكروا بربهم وباللي خلقهم كيف كانوا عايشين قبل يبعدوا عن السياسي. بس لما بتبعد عن السياسي بصير رجل السياسي هو بيركض وراك بعد عنه لا يركض وراك حاجم ركضنا وراه هو. ليش لما حكيت عن هيدا الموضوع بالذات حكيت عن قهر حكيت عن حرقة ما أنا عمري 25 سنة وال25 سنة اللي عشتهم عم شوف العالم عم تتعذب. أنا إنسان مؤمن عطول عندي أمل وعطول كتر خير الله قد ما أنا بصلي ومؤمن وقريب من ربي الله عم يوفقني ومخليلي نفسيتي مرتاحة. بس هيدا الموضوع بيستفزني ما فيني شوف اتنين عم بقول اتنين أنا عم صغر المثل اتنين عم يتخانقوا أو عم بيقوصوا على بعض. فيك تعمل شيء برأيك ممكن تعتبر انه ممكن انت توصل رسالة بأغنية لأنا كونك كفنان؟ ما بستعمل هالطريقة. ليك بدي اقول لك شغلة الفنانة كارول صقر من حوالي 3 شهور طلعت على الـ LBC نعم وحكيت كلام عد ما انقهرت قالت كلمات مش بذيئة بس قالت كلمات من قهر فشت لي خلقي. أول مرة بيطلع فنان قالت لهم أنتوا من الغابة يعني أنتوا كان في وزيران بوش بعض قالت لهم أنتوا من الغابة اسمحوا لي لكم أنا فنان أعملكم أنتوا من الغابة يعني في منقول الكلمة واللي بدك يا حيوانات واللي بدك يا خلص ما بعرف ليش هلأ انفعلت هالقد بس أنه ايه من قهر انت قلتها. بس رغم كل هيدا وعندك الامل لا شايف بكرة حلو في الله. انا بقول لك في الله بس تطلع بالله الله بيطلع فيك اقرأ ويفتح لكم. ايه انا معك 100%. نعم اطلبوا تجدوا بس مش ما تطلبوا بدك تلاقي 100% ما تطلبوا اسعى يا عبد عنا بقول اسعى بدي اسعى معك 100%. وصلت لحدا بدنا نسمعها ونرجع نذكر يلا يلا نغير شوي الاجواء سم بدني ونرجع من بعدها بنرجع معكم. اهل علي برض التحدي ولجنوني ما حسموا لحسايا We'll be right back.
ورجعنا سوا على الهوا. كمان تحية من جديد لكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا واللي أكيد عم بيسمعونا من سائر دول العالم، عم تسمعونا عبر الموقع www.aljaras.com. ما بخبركن الأجواء بالمكتب كيف، يعني هيك صوت ما شاء الله عليه اسم الله. بدي أقول لطرف أنه بحبها كتير. ايه عم بيقولوا بليز احكي بالمصري. حضرتك بتحكي عادة مصري؟ عم بيطلبوا منك احكي، هي هون احكي باللهجة المصرية او غني شي مصري. انت بتتكلم معي جمال بليز، اسأله كتير ضروري خليه يحكي مصري. بتحكي عادة مصري؟ موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي، موعود ودايما بالجراح، موعود يا قلبي. ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي. وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح، كل مرة ترجع المشوار بجرح. والنهاردة جاي تقول انسى القهات، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا، الحب فات ومايل وحدا في منديله، كاتب على طرفه اجيله، وامانة امانة يا دنيا امانة، تخدينا للفرحة امانة. قبل ما نسمع الأغنية عم بيسألوك ميشيل، في حفلة قريبا في المغرب؟ بالمغرب عم بيسألوك. السنة الماضية إجا كتير عروضات على المغرب وما انتهت بإني أنا أكون بالمغرب وأعمل حفلة. صراحة أنا عندي حلم غني بالمغرب العربي. أنا بعد ما غنيت بالمغرب ولا مرة مغنى، نعم تقريبا غنيت بكل بلدين إلا بالمغرب العربي. إن شاء الله إن شاء الله بيصير ظرف، يعني أنا متفائل خير، يعني حاسس إنه يعني بهالسنة بظرف هالسنة أنا رح كون مغنى بكل الدول العربية. موفق. ميشو أنا بسألك، أمتى حتعمل أغنية مصرية؟ مصرية يعني بعد ما بعرف صراحة، أنا ما فيني هلأ أقرر من عندي، بس بدنا نشوف. في حاطط براسك؟ أنا أكيد يا ريت. أنا في غنية مصرية كتير حلوة براسي كتير. سريعة أو رومانس أو لا؟ مش ستيلي أبدا. بس هي شي جديد يعني، وبيفاجئ إنه أنا غني هذا ستيل. بتخاطر؟ إيه أكيد بتخاطر فيها. أكيد أكيد، لأنه غنية يعني ليك لما تبتسم، لما يكون الملحن عم يسمع غنية وتبتسم وتحس إنه أوف شو حلوة. حتى أنت عم تحكي خلص. عنا هلأ كأنه من جوا مبسوط. يا ريت فيني سمع. يا ريت. طب من زعبر ممنوع.
قبل ما ننتقل في دوموزيل اسمها طرف او طروف بليز 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 قل له لمشان انا كتير 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 قلت لك بحبها كتير بحبه انا علي وصل له. خلينا نسمع يا ليل يلا. صوتك تفضل. مين اللي قال مين سافر الحلم سنين وبعيد وداني؟ مين اللي قلبه اختار يمشي عدر بالنار يعشق قمر تاني؟ يا ليل انا بحبك دربي على دربك. يا ليل انا بحبك دربي على دربك. كيف طاعك قلبك تبعد وتنساني؟ يا ليل انا بحبك. عافية ميشيل اسم الله عليك. مع تغني بكلاب بنايت كلابز ببابز مع هيدا الفكرة في شيء من ورا سؤالك؟ لا. لا لا انا مش مع الفكرة. مش مع تكون عم تغني وعشرة بيك شامبين و... مش مع هيدا الفكرة. لا. كمان في تحية من المملكة السعودية لحد عم بيقول لك ان احنا كتير منحبك بالمملكة السعودية من وجهلك احر التعازي. عم بقرأ حتى عم بقول التعازي فاتت ببعض. او كمان من الاردن عم بيقولوا لك رامي كل حاجة بتقول. من الاردن انا 90% بشهر سبعة رح يكون عندي حفلتين او ثلاثة بالاردن. بشهر سبعة 90% عندك حفلات بالاردن. واو واو منحبك كتير. كمان نينا بتوجه لك تحية. كمان تحية لميلاد ولكل اللي عم بسمعونا بالاردن. ومنيا كمان من المغرب تحية كتير كبيرة. وعم تقلك طروف ميشو ما تتأخر على البيت مستنياك. طروف انت مجوزة تعرف شغلي اول ما طلعت من ستار اكاديمي كان انه انا كنت صغير وهالفانس كلهم يعني فريخات مثل ما منقول نحن. تقريبا نصهم تجوزوا هلا. بعدك على تواصل كامل معهم؟ ايه طبعا طبعا. مع انه في شوي فنانين بخافوا انه ممكن يتاثر انه بعلاقاتهم او بحياتهم هن. بس حلو نوصل لمرحله نلاقي اشخاص مزوجين وبحبوك هالقد وفي هيدي الثقه وهي المحبه بيناتكم. انا بطلب من من كل بنت تجوزت تخبر جوزها على طول انه انا على تواصل مع ميشيل وهيدا ميشيل من كذا كذا كذا. نعم. انا ما بغلط يعني انا من جهتي ما بغلط واكيد ما بخلي حدا يغلط يعني. عم بقول بشهر سبعة عنده حفلتين او ثلاثة بالاردن. يعني انا برأيي ما نسأل ميشيل نسأل الاشخاص موجودين وهن بيجاوبوا لحالهم. ميشيل كنت عم بسألك هلأ لنفترض هلأ الاشخاص اللي عم بيسمعوك او بعد كل الخبرة اللي حضرتك قطعت فيها بتنصح الشخص عنده صوت حلو انه يقدم على برنامج هوات ممكن يساعده ان كان ستار اكاديمي ولا غير ستار اكاديمي؟ بده يعرف قبل ما يقدم على اي برنامج انه بده يكون عنده صبر وتحدي كتير كبير لحاله قبل ما يتحدى غيره بس يخلص البرنامج لانه الصعوبة مش بالبرنامج ولا بقبوله بالبرنامج. ببلش مرحلته الصعوبة بتبلش من بعد البرنامج. يعني النجاح حضرتك عم بتقول ببلش بس يخلص اي برنامج. عندي هبة من هبة. مصر قال بتقول انه هي بعد ما تجوزت ولا انا يا هبة. يا الله هبة عطلت تبعت لي نكت بتموتني ضحك. مفكر بالزواج؟ لا لا هلا ولا لا. لا 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 هلا لا. عندك وين بدي لحق؟ بين البزنس بين الفن ما عم تلحق. وين ميشيل ممكن بوقتكم تبعد شوي عن البزنس وبدك تبعد شوي عن أجواء الفن وين بتلاقي رياحتك؟ وين ممكن تروح؟ شو بتعمل بأوقات فراغك؟ كيف بتريح حالك؟ أنا قبل ما أجي لعندك كنت عم بعمل باسكت. عندي تلعب سبور باسكت. هو فشي تخلقي الأكبر. يا بالباسكت يا بالجيم يا بقعد على البحر يا مع أصحابي. يعني من الأشخاص اللي بعدك مشاريعك بتروح بتنزلوا كافيه بتقرقلوا بتضع بتمارس حياتك الطبيعي ولا بتحس؟ شوف أنا ماني كتير زبون كافيات. يعني اذا كنت حاسس انه كتير عبالي غير جو ايه بنزل على كافيه. بس انه ماني من اللي بيحبوا ينزلوا يمسكوا هالارجيله ويقعدوا بالكافيهات. لا ماني هيك. بحب كتير احضر سينما. بتحب السينما. ايه. بتنزعج بس تكون اذا عم تحضر سينما او عم تعمل شوبينج او بالجيم من العالم او من بيجي بالعكس بيحكوك وهيك ما بتقول انه جاي تريح راسك ما بتحسهم بيزعجوك ليك؟ اوقات بتزيد الشغله عن حدها
ما خلص بكون انا جاي اعمل شغلي ما بقعد اعملها للشغله لانه بيكون صار في كتير ناس عم تتصور هيدا اللي قصدي اسالك اياه. ما بدي يقني بس انه ما انا جاي اعمل شيء ما قدرت اعمله انه عرفت مش جاي اعرض حالي للناس انا جاي يكون مثلي مثل هالناس عم بتغدى عم بتعشى عم بعمل شوبينج. ومره اضطريت فل من المطرح اللي انا فيه سابت كنت في كتير كان من البلدان العربيه يعني وبتعرف يعني غير المغترب مش المغترب الاجنبي نعم. بحس لما يشوف فنان من غير ارضه بحس انه لازم اقرب اتصور معه واحكي 100% معه. صح فكان في كتره مش طبيعيه بالسنتر فيل بالداون تاون عندنا بلبنان وما عدت قدرت اوصل على المطعم اللي انا رايح اكل فيه اضطريت ابرم يعني لغيت شفت يعني ست حسيت حياتك الشخصيه بس هيدي بضلني ما بتساها بحياتي وهودي معنويات لي لمدى الحياه يعني اها هلا باخر فقره عاده بنعملها بيكون في زملاء بيشاركونا بحبوا يحكوا معك او يسالوا كم سؤال رح ننتقل نسمع مقطع من اغنيه احبك حب ما من بعد اكيد رح نطلب من الزملاء يشاركونا الفتره احبك حب ما مثله ولا قبله ولا بعده ولا قبله ولا بعده أعيشك أجمل سنيني تسكن قلبي وعيني أذوب بنظرتك فيني وأحس الكون بيديني أعيشك أجمل سنيني تسكن قلبي وعيني أذوب بنظرتك فيني وأحس الكون بيديني معاك العمر يرضيني أعلى الدنيا تنسيني حنانك بس يكفيني ولحظة حب ترويني جانا سوا على الهواء من جديد تحية لكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا كمان عم تسمعونا عبر الموقع www.aljaras.com وعم نتواصل سوا عبر الجرس يو أو أنت الجرس بمقابلة مهضوم كتير ودسمة
مع ميشيل حكي كتير اشياء، واللي عم شوف ردود الفعل على اغنيات عم بيقولوا، في ناس عم بتقول اول مرة بنسمع الاغنية، الاغنية كتير حلوة. انا عم بقول لك شغلة، انه انا ما ندعموا كتير اغنية ما اخذوا حقهم، حلوين. بتمنى يجي نهار ياخذوا حقهم. يعني قبل ما نفوت كنت عم بقول لك انه هيدي الاغنية واو، قلت لي لا انا كل الاغاني اللي غنيتهم حلوين بينسمعوا. هلا عرضناهم انه في اغنيات العالم كتير عم تحبها وعم تطالب انه تنحط من وقت للتاني. نحن رح نبلش بهيدي الخطوة اللي بدك تقوم فيها، انه ندعمها نحن كجرس، ان كان مجلة ولا راديو، رح نكون سبورت دايم لألك، لانه ناس مثلك عندها هيدا الصوت نفتخر فيه ومنحبه ومنشوف حالنا فيك اكيد. علاء استاذ تترك الكاميرا شوي وبتجي على فقرة مجلة الجرس، تجي بتاخد الميكروفون لحظة، و انه علاء ما بحب الهواء عرفت، وبالميكروفون بياخده معه بس يروح ينام بيعبط الميكروفون وبياخده معه. شرفك استاذ، كيفك؟ بصوار. اهلا وسهلا فيك. فانزيتك كلهم قاعدين وناطرينك. بعرف توقع. علاء كمجلة جرس. يس. مش كمجلة، كمجلة لا لا وراديو. لا لا عم بحكي معك كمجلة جرس. عم بحكي. شو؟ لا ما نعيشة عرفت. كمجلة جرس بتمثلها انت هلا، ممكن تطرح سؤالين على ميشيل لو كان معك بالمجلة بتسأله اياهن. بدي اسأله لميشيل سؤالين لو كان معي بالمجلة. عم تعمل لي اختبار انت هلا؟ لا. ميشيل كيفك؟ هيدا اول سؤال. خلص من هيدي. كيفك؟ منيح. طب شو بدي اساله؟ ما في اسئله براسي ما بدي اساله. اسالني اسالني. هاي مرتبط مغروم كذا. لا في اسئله ما بدي اسالها. اودي اسئله الجرس. بس اسالك ليش تركت؟ ما هو ما هو قال بالاغنيه ليش ترك؟ اه والله فسر الاغنيه بمشاعر. هو مرشح للميراكس صح؟ شو عندك امل؟ هالسنه ما بعرف انت للميراكس؟ مرشح السنه للميراكس. و هي المطرح الوحيد ما فيني يكون صريح كتير فيه، بس انا بقول لك يعني رح اكون قد ما فيي صريح. لك في راس بخاف من اجوبه. عارف طلع فيك في راس ويشكر المستمعين الهوا. يا الله انه في راس خاصه انه ايوه ميراكس كمان عرفت. هلا فيك تحل عنه تشوفين اذا تريده انه تنسى الشخص يقعد هيك على جنب. لا في راس خاصه مستلم 2013 عمل هيك بميشيل طلع السنه الماضي. قالوا لي اسمك مرشح للميراكس السنه الماضي. قلت لهم ليه؟ قال شو ليه؟ وانت بين الفنانين الشباب. قلت لهم بس شو عملت لترشحوا اسمي؟ اوكي وصلت لاخر ثلاث اسامي بالتصويت. بعد ما بشوف حالي بستحق الميراكس ولا هالسنه. لا اوف سنتجي. هذا تواضع سنتجي مش تواضع. هذا منطق مش صراحه. هذا منطق. هذا ما عندك ايجو عالي مثل ثلاث ارباع الفنانين الموجودين. لا عم بيحكي الشارع عم بيحكي العالم عم بيحكي منطق. بيعرف يوم انا بسمع ميشيل ازي بشوفه اوكي بس ليه بدي اخذ ميراكس؟ شو عملت؟ شو الانجاز اللي عملته؟ ها عم ياخذوها مش احسن منك ابدا. ليك ما بدي احكي عن الناس اللي مشان لا ما خلص ما بديش نحكي عن حدا. هو السبت باي ذا واي راح يكون ضيف حلقه من حلقات الميراكس راح يبلش عرضه على شاشتين تي قطع الاعلان ما بيقدر. اوكي بس قلت لك اللي عم ياخذوها غيرك مش احسن. انا مش غلط انه يكون اسمي موجود، هذا شرف كثير كبير لإلي. ميراكس هو جائزه عربيه وعالميه، منا جائزه لبنانيه. اكيد شرف كثير كبير لإلي، وحلو انه يكون اسامي يعني حلو يتسمى ميشيل ازي حد عاصي الحلاني حد فارس كرم مع بدون مع حفظ الاب يعني مع وائل كفوري مع هالاسامي الكبيره. حلو عم يتصوت لميشيل ازي اسم ميشيل ازي موجود. ميشيل ازي ميشيل ازي تنبسط ان الناس بتصير تصوت لك. اكيد انه هذا شيء حلو. بس طب انا بدي اياك تحركش. ما بحركش لانه في حده حدا ما لا لا بالعكس بدي حركش. بالعكس ايش بدي خليك انا بقلت له ولو شكله لميشيل مستفز بس هو حدا كتير مسالم. لا كتير 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 مسالم وهيك وما ما, ما, ما بيستفز. لا حدا اصلا بس قال جملة على فكرة. ما تعلق انت هو خليه يعلق. قبل ما انت تجي بحكي عن اثنين يعني كيف. قبل ما تفوت على الاستوديو قال لك انا حدا كتير 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 مسالم بس ما حدا يستفزني. اول ما وصلت بدك تستفز استفز نطلع. لا بعرفه كتير منيح. بدي اخبر سؤال بعد ولا ايه بس تخبر الاجواء بالاستوديو. فاتوا الكل فاتوا الكل بده يتصوروا ناطرين انه الاجواء الفانز ينطروا برا. معلش شوي اوكي. ميشو بدي اسالك سؤال. طار السؤال من راسي. طار السؤال من راسي. اعطيني الجفت اعطيني الجفت. طار السؤال. صدق جمال نسيت السؤال. كنت عم تحكيني على الميراكس. توبه 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 ولو مش توبه. شو اسمها الدموزيل التركيه اللي كانت حكي انحكى عن مشروع انه يمكن تصور مع سمر سمر التركيه. مزبوط. ليش التغى المشروع اصلا؟ كان المشروع قائم ولا لا؟ ليك ايه المشروع كان قائم. قائم اكيد. ليك انا حكيت انا رح احكي عن اشياء قلتها قبل وما زبطت. حكيت عن فيلم رح يتصور بين
لبنان وامريكا وبط انا البطل والبطله احدى نجمات هوليوود. حكيت عن تصوير مع الممثله سمر تركي ما بعرف شو اسمها هي اصلا بيرنسات. حكيت عن كمان فيلم تاني انا هودي ما اخي انا في ناس اتهمتني انه انا عم بحكي عنهم لترويج لاسم ميشيل أزي انه لحتى ينزل اسمي لجانب اسم هوليوود او عنوان هوليوود يعني انا ما حكيت لحتى روج لاسمي انا بخاف من الاشاعات اللي بنطرق انه يا بدها تعمل لي شيء ايجابي يا سلبي لا انا لا مش هيك بخاف حدا يعرق لك المشروع. نحن لما بلشنا بدرس السيناريو ومشروع الفيلم اللي بيتعلق فيه شيء من هوليوود بلشت ثورة مصر بلشت الثورات العربية طب اليوم طب انت عم تفتح دكاني بشارع في حرب ما بتفتح دكاني بتسكرها خلص قول بعدين بنفتحها صح. لما نحن انا بالنسبة لموضوع سمر الكليب كان رح يتصور لأغنية أحبك صح. مع الممثلة سمر الغاء المشروع ما صار من جهتي اوكي عدم الصدق بالكلام ما صار من جهتي انا هيدا وصلت الخبرية ايه؟ انا كنت عم بتقصد لك انه عم بطرح عليك هذا السؤال مش ما بقى تصرح عن اي شيء ايوه تعلمت انا تعلمت ما بقى حلو تقول بس تقول بالوقت الصح لانه طلعوا للاسف هلا يا اما الناس بتقف وجهك جمال سمع مني هالجواب قبل شوي بقول له ما رح نحكي الا ما بعدين يكون الحكي موثق اكثر وصريح اكثر صح او في خليني بس اقول شغله قبل ما اعطيك مسلمك انه بتعرف مين اللي قالنا شو اسم التركيه شو اسم سمر الاسم مالكم ايه مالكم ارمني معناتها بيتابع مع انه اليوم الذكرى تبع مع انه بيتابع الاتراك وطلع قدامنا عامل حاله بيكره هون اليوم ذكرى المذبحة الارمنية هيدي فضيحة على الهواء عرفت انت فضحت على الهواء اوكي anyway thank you لك ميشيل قبل بدي سلم الميكروفون للست سليمة ميكروفونك انت ايه لا اعطيه للست سليمة نشوف اذا عندها لانه بالشق الثقافي انا ما بفهم شيء كل شيء ثقافي كل شيء خاصة هيك انا ما بفهم فيه عاده ست سليمة هي بتتدخل بالمواضيع بتكفي خبرتها اكبر ايه اسم الله بتكفي وبتوفي تفضل ست سليمة ايه ميرسي جمال انا بدي اهل وسهل ورحب بالضيف الفنان الجميل جدا والعميق وصاحب الصوت الحلو والحديث الحلو ميشيل أزي والمدير أعمال فراس حليمة أهلا وسهلا فيكم صديق أنا صديق ما كنت بدي أدخل يعني على أساس المقابلة لجمال وأنا ما بدي يعني المقابلة كتير شيقة شكرا كان الأسئلة أنت بتحلي المقابلة يما حديثك أنه كتير كتير حكيت كلام حلو أنا بدي أرجع للغنية الحلوة يلي أنا شبهتها بالأوبرا يعني أنه كرمال الله ما بقت روحي يعني شو هالكلام الحلو كرمال الله روحي الله. مش ما بقت روحي عفوا طيب خي كرمال الله روحي وانه انت بدك تروح ما بتقوم تصدق وترجع ايه انه كرمال الله روحي وانت كمان بدك تروح يعني اجى اللحن نفس الشيء متناسب يعني. للكلمات لمين عم بتقول كرمال الله هلا موسم برد عم بقول لها للبرد يتخلى عني كرمال الله روحي وانا رح روح يعني بدنا نشوف لمين عم بتقول هالكلام لو هي الاغنيه مرات انه الملحن والشاعر يعني بياخذها الفنان بس الا ما تكون انه الفنان له شيء فيها ما رح اقول انه العمل الغنيه لحالي انا قاطع فيها بس ثاقبت انه لما سمعت الغنيه انا كنت مقرر على غنيه تانية سمعت هالغنيه رجعت هيك من ناحيه الحشرية عم بسمع أغاني زيادة يعني كان أنا أخذ غنية من هيثم زياد رجع سمعني غنية تانية هي كرمال الله حسيت أنه بتشبهني بمطرح من المطارح يعني بتشبهك جاي طيب لنفترض بدك توجهها لحدا هي الغنية مش موجهة لحدا بس أنت بدك توجهها لحدا لمين بتقول يعني لمين بتقول كرمال الله روحي وأنا رح روح يعني فيها شيء من الفراق يعني فيها شيء من الوداع يعني فيها شيء من هلأ ما بوجهها لحدا أنا هلا ما توجهها لحدا متفق انت والعالم حبيت جملة متفق انت والعالم والعالم ما حددت انه يعني انا عم بقول تهني يرتاحوا ايه كرمال الله روحي تهني يرتاحوا اه هون في تضحية يعني فهمت لا فهمت يعني وهيك بده المجتمع غنية ايه في شيء من اللي انا قاطع فيه يعني خلص يعني شفت انا حسبت يعني هيك اكل حال انا بتمنى لك التوفيق وان شاء الله تشوف الخير على وجه الغنيه الجميله جدا وانا متاكده انه حتكون ضاربه ان شاء الله يا رب حتكون ضاربه يعني بعدها من امبارح عن جد يعني انا عفوا هو انه اليوم يعني انه قال انه امبارح نزل على اليوتيوب امبارح يعني عشيه يعني بالليل صح يعني بالليل
ايه وتأثرنا فيها واكيد اكيد حنضل نسمعها على طول هون بالراديو ان شاء الله. عادة لأن سليمة مش كل الاغنيات بتعلي ايه بتحبها لانه بتعمل, بس لما حطيتها شفتها مثل عم تنسجم عم تسمع الاغنية. لا لانه هي حلوة كتير الاغنية. ايه حلوة كتير. بدي اشكر على وبدي اشكر الست سليمة كمان على المداخلة, وبدي اشكرك لك ان شاء الله ما اكون زعجتك او كنا كتير متهورين بالمقابلة. بالعكس هيدي اكتر مقابلة عفوية عملها بحياتي. هاي يعني حلوة حلوة. عن جد من أول ما فت على الاستوديو قلت له لفراس حلو استوديو بطريقة هيك تكوينه والقعدة يعني, وقلت لك حاسس ما بأول ما فتنا شو قلت لك حاسس حالي بيجي اتحكم أخذتها بمزح, بس هي القعدة لذيذة. ما هلا بس تفلوا نحن ننام يعني. هون عرفت يعني بيت صرنا قاعدين, ولأنه نحن هيك عفوين قبل ما تختم بصوتك بدنا أغني عم نكون طماعين, بدي فويس أوفر لايف حتى نحن من منجو إنه هاي أنا ميشيل أزي اسمعوا كل أغنياتي عبر راديو الجرس. يلا اوكي بدي وقف الكاميرا تكي لانه هذا فويس اوفر بليز. يلا تكي تفضل. هاي اسمعوا كل اغنيتي واخباري عبر الجرس دوت كوم ميشيل ازي. اسم الله يعني ما فنانين بيقعدوا 3 ايام عم بيعيدوا بالله هو خلص كبه وخلصنا. قبل ما ننتقل للتصوير رح نختم بصوتك اللي بلشنا فيه اكيد, وبتمنى لك التوفيق. ما رح زيد على الست سليمة او على علاء, برجع بقول لك انه بقول علاء لانه اسمك اهم انه يتلقب, برجع بزيد كصفه شخصيه مش كجرس, بتمنى لك التوفيق ونحن ناس بنشوف حالنا فيك وبصوتك. موفق مش هالقصه, وشكرا لانك زدت شيء على السيف تبع اتليت بزيارتك. الهوى لك تفضل. تمشي شرق تمشي غرب تمشي دغري بتمشي ورب, قلبي من صوبك مهموم شو بده يحمل هالقلب, بدي اعرف حالي وين نايم على اي مخدي. الليل الليل مش بكرة الليل ما برضى بكرة, يا حبيني يا قوليلي شيل من راسك هالفكرة, ومع جسمي يحمل بلف عطيتيني واحد بالالف, مع جسمي يحمل بلف عطيتيني واحد بالالف, ما بمشي خطوة لقدام بترديني عشرة الخلف, بدي اعرف حالي وين نايم على اي مخدي.